دخل محرز فخرج إبراهيمي، خرج محرز فدخل إبراهيمي. إبراهيمي لماذا لم ينال قسطا من التعاطف؟ يعني هو مصاب، لماذا لم يتم جلبه إلى المنتخب الوطني؟ هذا يبقى خيار المنتخب الوطني. شوف إبراهيمي قضية، انتهى كنظرتك، هاني جاي أمين، انتهى رأيك. لماذا لم لماذا تعاطف مع الطال، تعاطف مع مورا ولم يتعاطف مع إبراهيمي؟ وتم تفسير غياب إبراهيمي يعني بكل بساطة وبكل سهولة بأن اللاعب مصاب وفيه إمكانية لتغيير الفريق، لذلك تركه وشأنه. أنا قلت لك دخل محرز خرج إبراهيمي، خرج إبراهيمي دخل محرز. فسر، حلل وناقش. تبقى خيارات الناخب الوطني، الناخب الوطني. أنت كنظرة كصحفي متابع ماذا ترى ميدو؟ حب يقول لك ميدو باللي خليه هو يقول. أنت وكل الإجابة على ميدو. ميدو يخلصني. ميدو حب يقول لك باللي هناك شرارة بين محرز وإبراهيمي، أنا هذا واش فهمت. كاين مشكل بيناتهم، ما بالك ما يتفاهموش، بالك ما كاينش مشكل. التساؤل يبقى لماذا في كل مره نقول لك على غير موجود. تكلم دك محمد على شرط القيادة، نوليو شي الورقه لابراهيمي واش تكلم، قال لك الكابيتان ديالنا هو محرز، قال لك محرز يدخل كابيتان خلاص. دونك ما كاينش مشكل، تكون جوار قاسي شو كوني لي غو كي اون انتر لي جوار. اليوم نفهمك حاجه برك، اللاعبين اي لاعب في العالم، نعطيك عقلية اللاعبين، أي لاعب في العالم راه يكون خويا، أي لاعب في العالم عنده ليغو، يباتو كيف كيف، يتنقلو كيف كيف، مي شاكان شارش سون انتيري بيرسونال. هادي واحد من حالي من راسي، تتعامل مع اللاعبين يعني ليغو بين إبراهيمي ومحرز. ها؟ ليغو بين إبراهيمي ومحرز. بيتيتر كي سونتون با سور لو تيران. نظن أنا الآن هادي مانيش الأول وندير في المشاكل. لا بين إبراهيمي ومحرز كاين فرق كبير صراحة، ما نجمش تكون إبراهيمي تحط روحك في مكان محرز. لا محرز سي لا سوبر ستار دو لا سيليكسيون. خلاص دونك ليغو حبينا ولا كرهنا. دونك ليغو محرز اللي اوتسو تو الموند. دونك ليغو الان هذا غير موجود، نقول لك على غير موجود. انا لعبت في المنتخب الوطني ولكن ما نجيبش نحط روحي الان بيني وبين واحد كيما ماجير. ماجير اللي فاز بكاس اوروبا، يعني لعب في اعلى المستوى. بلومي نظر على ماجير اللي فاز بكلش. الخضر لعب معايا، لعبنا كيف كيف في الجزائر، ولكن بين إبراهيمي ومحرز ليغو نيكزيست با، لان كاين فرق كبير بين هذ اللاعبين هذو. اه هذه هي الصراحه. انا قلت لك اليوم غياب إبراهيمي خيار الناخب الوطني بيتكوفيتش. البعض يتحدث على الاصابه، البعض يتحدث على انه حب يغير الغرافه لانه لا يلعب منذ قدوم خوسيلو هو اللي يلعب كاساسي. كاين شيء انا ما عنديش انا مانيش عايش مع بيتكوفيتش. نعيد الشريط قليلا الى الوراء، ما عنديش. إبراهيمي لم يسافر مع المنتخب الى ادغال افريقيا بسبب الاصابه، بسبب الاصابه تم تسريحه ممكن من هذيك الضربه وابعده هناك، وكان قبل ذلك قد تسبب في مشكله اعتقد في نهايه المباراه عندما كان واقفا للإدلاء بتصريح، وبعض الجماهير انتقدت أداءه في تلك المباراة. نعم ممكن أنه مغادرته للمنتخب الوطني في ذلك التربص جعلته يغادر. ممكن أنه اليوم فكرتني بشيء مهم جدا، ما فعله في التربص الماضي ممكن قضى عليه في هذا التربص وأبعده الناخب الوطني ولم يكن هنالك مجال للتضامن. شوف يحدث أمور، شوف في فريق ولا في منتخب، فهذيك منتخب مثلا في المنتخب فهذيك سمانة يصراو عفايس داخل لا سيليكسيون، يصراو مشاكل. رؤية إبراهيمي في المنتخب الوطني مجددا مستبعدة ميدو؟ ما نقولكش مستبعدة، ممكن المستقبل لا أحد يعلمه، لكن أثناء التربصات ولا أثناء المنتخبات يصراو دي بروبلام، يصراو عفايس ما يخرجوش للعالم، يبقاو الداخل. حتى وانت صحفي ممكن أنه لاعب تعرفه يحكي لك مشكل صرا، أنت ما تجيش اليوم هنا ياكل ببغاء تعاود هذاك المشكل. نعم. لانه هنا بريميرمون راك تضر في لا سيليكسيون قبل ما راك تنفع فيها، لانه هذه المشاكل ممكن تسمع امورات في انديه وفي منتخب. انا واحد من الناس نسمع امورات كثيره بصح ما نجيش نحكيهم. كيف تفسر غياب إبراهيمي؟ على المصلحه العامه. شوف نوليو للوراء شويه، في جوان في كاس العالم، تصفيه كاس العالم غينيا، وتما مشينا لاوغندا. في غينيا لما خسرنا هنايا إبراهيمي كان خرج يعني مصاب. نظن ما قام به إبراهيمي غير معقول. محمد انت القائد الفريق مصاب، تمشي مع المنتخب تاعك، تمشي ترافق المنتخب تاعك وتقعد مع اللاعبين هذوما. نظن باللي هذا خطا فادح من واحد قائد تاع المنتخب الوطني. نظن باللي الاستبعاد ديالو راح يكون مطول. محمد
راح يكون مطول. طول 34 سنة صافي سي راح يكون مطول. راح يكون مطول هذه الخطرة هذه. أولا كما قلت لك لما ما مشاش مع أصحابه الأوغندا، وثانيا راه يقول باللي نحوس نادي إذا ما صابش نادي راح نضمن باللي. شوف هذيك ما مشاش مع أصحابه، أنا مصباح حبيت نهضر. تفضل. أنا قلت لك إذا تشفى محمد بعد المشكل اللي صرا بينه وبين الجماهير، كانوا شتموه الجماهير في الملعب وشفنا واش صرا بينه وبين الجماهير، بعدين راح غاضب خرج غاضب من أرضية الميدان. أنا تما توقعت أنه لن يكون حاضرا في التربصات المقبلة، وربما هذيك هي نهاية ياسين إبراهيمي مع المنتخب الوطني الجزائري، لأنه ما تحملش كل هذيك الانتقادات. أنا مع الانتقادات، ولكن الانتقادات البناءة، وصحيح ما قدمش مباراة مليحة، بس هذا ما يعنيش أنك تتجاوز حدودك معه وتشتم وتشتم له أهله للوالدة تاعه، هذا منافي الأخلاق، الأخلاق منافي الإنسانية ومنافي الإسلام. في هذاك الوقت قلت لك أنا أعتقد أنه هذه كانت نهايته مع المنتخب الوطني الجزائري، وإلى غاية الآن رانا نشوفوا بلي ما كاشوا في المنتخب، ومش كيتش راح يزيد يكون في المنتخب الوطني الجزائري. نعم، ياسين إبراهيمي الذي يستعد ربما لمغادرة ناديه الغرافة، حديث عن انتقاله ربما إلى